السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ الأخبار النهاردة إن شاء الله هنكمل اللي بدأناه في الفسيولوجي. إن شاء الله هتكون محاضرة سهلة وبسيطة خالص. تعالوا نشوف النهاردة هنتكلم عن إيه. هنتكلم عن الباي فيزيك والكمباوند أكشن بوتنشيال، وهما أنواع تانية من الأكشن بوتنشيال غير اللي اتكلمنا عنه في المحاضرات اللي فاتت، اللي هو كان المونو فيزيك. وهنتكلم برضو عن الستيمولس وعن الأول أور نان لوب. طيب تعالوا نشوف اول حاجه معانا اللي هي الباي فيزيك اكشن بوتنشال. اول حاجه عايزين نعرف احنا ليه سميناه باي فيزيك. باي فيزيك لان الفولتاميتر والريكورد بوث ابوزيتيف اند نيجاتيف ديفليكشن، يعني هو اتسمى باي فيزيك بسبب الجراف اللي هيطلع نتيجه للقياس بتاعه اللي هو بالشكل ده، هيبقى عندي بوزيتيف ديفليكشن ونيجاتيف ديفليكشن، عشان كده احنا سميناه باي فيزيك. طيب هو احنا بنقيسه ازاي؟ هو بيرزلت فروم ريكوردنج سيستم which uses two surface electrodes of opposite polarity، علشان كده طبيعي يطلع positive deflection و negative deflection. احنا بنقيس two points، و two points دول لو حصل ان هما كانوا different polarity، واحدة مثلا positive والتانية negative، فهيحصل ال deflections اللي احنا شايفينها في الجراف ده، وعلشان كده احنا سميناه باي فيزيك. طيب تعالوا نفهم بقى ازاي الباي فيزيك اكشن بوتنشال ده بيتعمل وبيتقاس، وان شاء الله السلايد دي هتكون ملخصه لكل الباي فيزيك اكشن بوتنشال. السلايدات الجايه مجرد بس هنقرا اللي احنا شرحناه من الكتاب مكتوب ازاي. طيب تعالوا نشوف ازاي الباي فيزيك اكشن بوتنشال بيتقاس وازاي بنطلع الجراف ده. اول حاجه الباي فيزيك اكشن بوتنشال بيتقاس عن طريق 2 بوينتس زي ما اتفقنا، بس بيقول لك بقى ان ال 2 بوينتس دول يكونوا في نفس الكونديشنز، يعني مثلا لو الاثنين يبقوا في الاكسترا سيلر فلويد او الاثنين يبقى في الانترا سيلر فلويد، فاحنا المره دي هنقيسهم الاثنين بره الاكزون. طيب حد هيقول لي ايه الاختلاف عن اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت اللي هو المونوفيزيك؟ المونوفيزيك احنا كنا بنقيس التو بوينتس، بس واحده بره الاكزون مثلا هنا، والبوينت التانية كانت مقابلة ليها بس جوه الأكزون، فكانوا الاثنين مثلا واحدة intracellular fluid وواحدة في extracellular fluid، فالكلام ده كان monophysic. المرة دي بقى في البايفيزيك احنا بنقيس 2 points، فلنفترض ان انا عندي هنا point A و point B والاثنين بره الأكزون، فالاثنين مثلا هنا في extracellular fluid. طيب تمام، دي حاجة بسيطة. طيب ازاي بقى بيتقاس؟ اول حاجة انا عندي action potential ماشي في الأكزون ده وهيمشي في الاتجاه ده من هنا من A لحد B، وهيمشي بقى ويكمل ويسيبه. طب اول بوينت عندي في الجراف اللي هي النقطة دي كانت زيرو بوتنشيال. يعني ايه زيرو بوتنشيال؟ يعني الفرق ما بين A و B كان زيرو، فطبيعي ان هما الاثنين يبقوا زي بعض، يعني A و B كانوا نفس بعض بالظبط، نفس الالكتريك بوتنشيال، نفس الفاليو، فعلشان كده ما كانش فيه فرق اصلا ما بينهم، والفرق بينهم كان زيرو. والكلام ده هيحصل قبل ما الاكشن بوتنشال اصلا يجي الناحيه دي، هو لسه الاكشن بوتنشال ما وصلش بوينت A حتى، فبوينت A عندها نفس البوتنشال زي بوينت B، الاثنين بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف، فعلشان كده اول بوينت في الجراف كانت البوينت زيرو. تمام، فهو بيقول لك نو ستيميوليشن يبقى زيرو بوتنشال. طيب بعد كده بقى جه الاكشن بوتنشال، حصل الاستيميوليشن. الاكشن بوتنشال زي ما احنا عارفين بيحصل له بروباجيشن، فهو الاول هيجي عند البوينت A وهيحصل فيه اختلاف في البوتنشال ديفرنس، اللي بره هيبقى نيجاتيف واللي جوه هيبقى بوزيتيف، فعلشان كده الفولتاميتر هيحصل له ديفليكشن ناحيه البوزيتيف اللي هي ناحيه بوينت B، لان بوينت A خلاص اللي بره عندها بقى نيجاتيف، فعلشان كده حصل الديفليكشن في اول الجراف اللي هو راح ناحيه البوزيتيف. احنا قلنا احنا سميناه باي فيزيك لان في الجراف اتنين ديفليكشن، بوزيتيف ديفليكشن ونيجاتيف ديفليكشن. كده احنا شرحنا اول بوينت اللي هي كانت الزيرو، وشرحنا اول حاجه اللي هو البوزيتيف ديفليكشن، ان انا عندي حصل ديفليكشن ناحيه بوينت بي بسبب الاختلاف اللي حصل في بوينت A، لان A اتغيرت بسبب الاكشن بوتنشال اللي جالها. طيب بعد كده بقى الاكشن بوتنشال هيمشي الناحيه دي، فهيوصل للبوينت دي، البوينت دي هيحصل لها اختلاف، هيبقى بره نيجاتيف وجوه بوزيتيف، بس في اللحظه دي بوينت A هتبقى زي ما هي بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف، وبوينت B هتبقى برده زي ما هي، الاكشن بوتنشال اصلا لسه ما وصلهاش بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف،
فعلشان كده الجراف هيرجع تاني لبوينت زيرو، علشان كده حصل البوزيتيف ديفليكشن وخلص، لان هي الاكشن بوتنشال مشي ووصل في النص، وبوينت ايه كانت زي بوينت بي في اللحظة دي بالظبط. طيب هل الاكشن بوتنشال هيسكت على كده؟ لا، هو هيكمل، انا عايز يحصل لي بروباجيشن في الاكسون كله، فعلشان كده هو هيكمل ويمشي لحد بوينت بي. في اللحظة دي بوينت ايه هتكون زي ما هي، بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف، والنقطة دي هيكون برضو حصل لها ريكفري وبره بوزيتيف وجوه نيجاتيف، لكن بوينت بي هيكون لسه الاستيمولس واصل لها وهتبقى بره نيجاتيف وجوه بوزيتيف. علشان كده الفولتميتر هيحصل له ديفليكشن في الاوبوزيت دايركشن، يعني نفس الديفليكشن اللي حصل في الاول بس في الاتجاه التاني، لان المره دي بقى بوينت بي هي اللي حصل لها ستيميوليشن، فعلشان كده الجراف هيوصل تاني للنيجاتيف ديفليكشن. وطبيعي انتوا زمانكم دلوقتي استنتجتوا ان هو هيوصل تاني للزيرو النقطه دي، بسبب ان الاكشن بوتنشال او الستيمولس هيسيب A وهيسيب B وهيكمل، فساعتها في النقطه دي A و B هيرجعوا برضو زي بعض، وهيبقى الفرق ما بينهم زيرو بوتنشال. ده باختصار اللي حصل في الباي فيزيك اكشن بوتنشال. هو ده كل الباي فيزيك اكشن بوتنشال اصلا، احنا ان شاء الله السلايدات الجايه هنقرا بس الكلام ده مكتوب ازاي في الكتاب. فتعالوا باختصار نلم اللي احنا قلناه عشان محدش يتلخبط. اول حاجه الكيرف بيطلع او الجراف بيطلع بالشكل ده. البوينت الاولى احنا هنسمع دلوقتي، البوينت الاولى كان الاكشن بوتنشال لسه ما وصلش ولا ايه ولا بي، فعلشان كده كان زيرو بوتنشال، وبعد كده وصل للبوينت A فحصل له ديفليكشن الناحيه دي ناحيه البوزيتيف، فعلشان كده راح الكيرف فوق بوزيتيف ديفليكشن، وبعدين وصل للزيرو تاني لما كان في النص ما بين A و B، ف A و B زي ما هما، وبعدين رجع نيجاتيف تاني لما B هي اللي اتأثرت وبقت نيجاتيف، فالفولتاميتر حصل له ديفليكشن الناحيه التانيه، وبعدين رجع تاني زيرو لما الاكشن بوتنشال مشي وكمل الناحيه دي، وبوينت A وبوينت B رجعوا تاني بوزيتيف زي الاول فرجع تاني للزيرو. تعالوا بقى نقرا الكلام ده مكتوب ازاي. طيب اول حاجه الباي فيزيك اكشن بوتنشال بيقول لك فور باي فيزيك اكشن بوتنشال ريكوردينج بوز ذا ريكوردينج الكترودز كان بي بليسد ايذر ان اكسترا سيلولر فلويد اور انترا سيلولر فلويد. زي ما اتفقنا احنا قلنا التو بوينتس قسناهم الاثنين بره الاكسون، وشوفنا البروباجيشن بتاع الاكشن بوتنشال والاثنين في نفس الاتجاه، يعني الاثنين في الاكسترا سيلولر فلويد بره الاكسون. طيب جميل، تاني حاجه بيقول لك the recorded voltage is the difference between voltage on the recording electrodes، يعني اللي انا بقيسه الفولتميتر الجراف اللي بيقيسه ده هو الفرق ما بين بوينت A وبوينت B، انا بشوف الديفرنس ما بينهم، حصل ديفليكشن ناحيه البوزيتيف بسبب الاختلاف ما بين بوينت A وبوينت B اللي نتج، لما كان الاثنين زي بعض كان الفرق ما بينهم زيرو، فعشان كده الجراف كان بيرجع تاني للنقطه زيرو، زي مثلا النقطه دي او النقطه دي او النقطه دي. طيب جميل، وبعدين بيقول لك the recording is considered biphasic. ليه سميناه biphasic؟ since it contains positive and negative voltage deflection، لان الكيرف طالع فيه positive deflection و negative deflection. طيب جميل، هنا بقى هيشرح الستبس اللي احنا شرحناها في البروباجيشن بتاع الاكشن بوتنشال من اول قبل ما يوصل ايه لحد ما ساب بيه خالص. طيب اول حاجه بيقول لك before the stimulus is delivered both electrodes should be measuring the same voltage. حصل عندك حق، البوينت A وبوينت B كان الاثنين زي بعض بالظبط، means there will be no deflection recorded. الفولتميتر ثابت، البوينت A وبوينت B زي بعض فهو زي ما هو. طيب جميل، when the impulse reaches the first recording electrode اللي هو electrode 1 اللي احنا كان مسمينها بوينت A it becomes negative to electrode 2، يعني ده بالنسبة لإلكترود 2 كان نيجاتيف، فعلشان كده يعني the potential difference between the two is displayed as an upward deflection on the screen، عشان كده حصل positive deflection، الكيرف طلع لفوق لأن هو بص ناحية البوزيتيف. طيب جميل، as the impulse progress والأكشن potential ماشي يعني between the two recording electrodes the recorded potential returns to the baseline، هو رجع تاني للنقطة اللي هي الزيرو بعد ما كان بوزيتيف. طيب النقطة دي كانت بسبب ايه؟ means no voltage difference between the two recording electrodes، يعني ما كانش في اختلاف ما بين الاتنين، احنا قلنا وهو بيحصل له propagation بيوصل في النص ما بين A و B، ففي اللحظة دي point A و point B كانوا زي بعض بالظبط. as the impulse passes second electrode
وصل بقى بالسلامة لـ point B. A deflection of the same size but opposite direction will be recorded. هو أنا هيبقى عندي نفس الكيرف بنفس الحجم، بس بدل ما هو في الـ positive direction هيبقى في الـ negative direction. The direction is negative because of the way the amplifier compares the two inputs. الـ amplifier هيبص على الاتنين اللي جوله، وهيلاقوا ان الـ impulse اللي جايله التاني ده هو نفسه الاولاني، بس في اختلاف بس الـ direction، فعلشان كده هيرسم نفس الكيرف بس في الاتجاه التاني. طيب the shape of biphasic action potential depends on the relationship between the inter-electrode distance, the length of the axon segment depolarized by action potential, and the conduction velocities of the axon. لا ثواني بقى، احنا قلنا كده تفاصيل كتير جديدة علينا، ما فيهاش حاجة جديدة ولا حاجة، هو بس معلومة بسيطة بيقولك ان شكل البايفيزيك اكشن بوتنشيال، شكل الجراف ده بيعتمد برضو على حاجات تانية، يعني مش هيبقى كله زي بعضه مثلا نفس الكيرف كده. طب ما ايه فايدتها ارسمها؟ الكيرف ده هيديكي نبذة عن relationship between the inter-electrode distance، المسافة ما بين point A و point B، والطول بتاع الأكسون depolarized by action potential، هيديني برضو نبذة هل الأكسون ده كان طويل ولا قصير، والconduction velocity of the axon، والvelocity برضو اللي الأكشن potential ماشي بيها هاخد برضو نبذة عنها. طيب ازاي؟ تعالوا نشوف مثلا الكيرف ده. دلوقتي أنا عندي الامبليتيود، الامبليتيود ده بيختلف من كيرف للتاني على حسب الاكشن بوتنشال، والديوريشن بيقولك هنا the higher the conduction velocity the lesser the duration. يعني انا عندي لو الاكشن بوتنشال ماشي بسرعة اكتر فالديوريشن دي هتبقى اقل، فالكيرف بدل ما هو كان كده هينزل مثلا هنا وهيرجع تاني هنا، فالديوريشن دي هتقل بسبب ان الفيلوسيتي بتاعت الاكشن بوتنشال هتكون اكتر. يبقى عشان كده بيقولك ان الكيرف ده بيديني برضو دلالة عن الديستنس ما بين بوينت A وبوينت B، بيديني دلالة عن طول الاكسون اصلا، وبيديني دلالة عن الكوندكشن فيلوسيتي. طيب جميل، كده احنا خلصنا تاني نوع معانا من الاكشن بوتنشال. احنا اول نوع قلنا اللي احنا كنا بنشرحه المحاضرات اللي فاتت اللي هو كان المونوفيزيك اكشن بوتنشال، وتاني نوع اتكلمنا عنه النهاردة اللي هو الباي فيزيك اكشن بوتنشال. قلنا ليه اتسمى باي فيزيك؟ بسبب ان انا عندي بوزيتيف ديفليكشن ونيجاتيف ديفليكشن، وبنقيس تو بوينتس الاثنين في نفس المكان، يعني الاثنين مثلا بره الاكسون في الاكسترا سيلر فلويد. واتفقنا وشرحنا ازاي الكيرف بتاعه بيتم بسبب الاكشن بوتنشال بروباجيشن قبل بوينت A واثناء بوينت A وفي النص ما بينهم، ولما وصل لبوينت B وبعدين لما ساب بوينت B، وشفنا ازاي الكيرف بيطلع. تاني حاجة بقى اللي هو الكومباوند اكشن بوتنشال، ده سهل خالص وما فيهوش تفاصيل خالص. بيقولك the nerve trunk is made up of hundreds of individual neurons or nerve fibers. The axons of nerve fiber differ in the threshold. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا مش همسك نرفاية نرفاية نيرف فايبر نيرف فايبر اقيس له الاكشن بوتنشال بتاعه واقعد اعمل له جرافاته وحركاته. طيب ازاي الموضوع ده هيبقى ابليكابل ان انا اعمله على انسان قدامي؟ اكيد انا مش همسكه واقسم فايبر فايبر. فقالك لا، احنا هنعمل حاجه اسمها كومباوند اكشن بوتنشال، لان احنا عارفين ان النيرف ترانك اللي معاك ده هو مكون من هاندردز اوف نيرونز او النيرف فايبرز يعني، وكل نيرف فايبر من النيرف فايبرز اللي معاك في الترانك ده كل واحد فيه ليه ثريشولد مختلف عن التاني، فعشان كده كل واحد فيه هيبقى ليه اكشن بوتنشال مختلف عن التاني. طيب فقالك احنا هنجمعهم كلهم في حاجه اسمها كومباوند اكشن بوتنشال. increasing stimulus intensity causes more axons to be brought to threshold and the size of compound action potential increases. يعني كل ما الستيمولس انتنسيتي هيزيد ده معناه axons اكتر هتوصل للثريشولد. يعني فلنفترض لو كان عندك ستيمولس صغير، فعندك بعض النيرف فايبرز كان الثريشولد بتاعها قليل، فعشان كده هتوصل للاكشن بوتنشال. طيب اعلي الستيمولس انتنسيتي، انا كده هيبقى معايا axons اكتر عددها اكتر هتوصل للثريشولد اللي هما كان الليفل بتاع الثريشولد بتاعهم اعلى يعني. فبيقول لك كل ما تزود الاستيمولس انتنسيتي هيبقى معاك كل الاكسونز تقريبا حصل لها ستيمولايشن، فعلشان كده الكومباوند اكشن بوتنشال الجراف هيبقى اكتر زي ما نكون بيحصل لها مثلا سمشن كده. طيب بيقول لك a compound action potential is a trace recorded from a nerve trunk made up of numerous axons
زي ما اتفقنا الكومباوند اكشن بوتنشال ده بيحصل له ريكوردنج من نيرف ترانك، والنيرف ترانك ده مكون من كذا نيرف فايبرز كتير جدا. It is a result of summation of many action potentials from the different axons in the nerve trunk. احنا تقريبا عمالين بنعيد في الكلام، بيقول لك ان الكومباوند اكشن بوتنشال ده هو الصم بتاع الاكشن بوتنشال من الاكزونز الكتير اللي موجوده في النيرف ترانك. طيب الكيرف بيبقى مرسوم ازاي؟ قال لك مثلا انا عندي اهو ده نيرف فايبر وده نيرف فايبر وده نيرف فايبر، فهو بيحصل لهم سمشن مع بعض وبيطلعوني الكومباوند اكشن بوتنشال ده. Recorded from mixed nerve multiple peaks curve due to different conduction velocity. انا عندي اختلافات، كل نيرف فايبر مختلف عن التاني، كل نيرف فايبر ليه threshold وليه velocity مختلفة عن التانية. تمام، هو هنا نفس الحوار بيقول لي ان انا عندي الكومباوند ده بيكون submission لكذا نيرف ترانك او كذا اكزون موجود. طيب احنا كده اتكلمنا عن اول بوينتين اتكلمنا عنهم في اول محاضرة اللي هما كان باقي انواع الاكشن بوتنشال، اتكلمنا عن الباي فيزيك واتكلمنا عن الكومباوند نيرف الكومباوند اكشن بوتنشال سوري. دلوقتي بقى احنا هنتكلم عن البوينتين التانيين اللي هما الاستيمولس والاول اور نون لو. الاثنين دول سهلين جدا وتقريبا حاجات يعني منطقيه خالص، فالموضوع ان شاء الله هيبقى اسهل في النص التاني من المحاضره. هنتكلم الاول عن الاستيمولس، هي تقريبا تعريف يعني. فاول حاجه الادكوت ستيمولس، يعني ايه ادكوت ستيمولس؟ هو التايب والاماونت اوف انرجي ريكوايرد تو ستيمولييت ا سبيسيفيك اورجان، يعني هو الاستيمولس المناسب، هو دي الانرجي اللي انا عايزاها بالظبط علشان تعمل لي ستيمولييشن للنيرف ترانك مثلا ده او للنيرف فايبر ده او للاورجان ده، ايا كان اللي انا عايزه اعمل له ستيمولييشن. طيب There are two characteristics of a stimulus that determine effectiveness of a stimulus to excite the tissue. Intensity and duration. يعني قال لي ان انا علشان اشوف الستيمولس ده هل هو effective فعلا، هل هو هيعمل اللي هو جاي عشان يعمله، فهو بيعتمد على حاجتين، الانتنسيتي بتاعت الستيمولس والديوريشن، هل هو قوي وهل هو هيقعد مثلا فترة صغيرة وهيمشي ولا هل هو مطول معانا في الديوريشن. بيقولك there is an inverse relationship between stimulus intensity اللي هي the strength of stimulating current and the duration for which it is applied to produce a response. يعني حصل ان في inverse relation ما بين the intensity with duration. لو the intensity بتاعت the stimulus عالية فده معناه ان the duration بتاعه هيبقى قليل، ده هو هيعمل اللي هو عايزه وهيخلص بسرعة يعني. لكن لو the stimulus قليلة فهيحتاج duration كتير على ما يعمل اللي هو جاي عشانه. تعالوا نشوف الكلام ده في الجراف علشان نبقى فاهمين اكتر. الجراف ده ما بين ايه؟ ما بين الستيمولس سترينث والستيمولس ديوريشن. طيب زي ما انتم شايفين هو انفرس ريليشن، لان انا لو عندي ستيمولس ديوريشن قليل ده معناه ان السترينث كان عالي، ولو انا عندي ستيمولس ديوريشن طويل هو طول قوي معانا ده معناه ان هو اصلا كان ضعيف، ده معناه ان السترينث كان قليل. طيب تعالوا نرجع تاني نشوف باقي التعريفات. هنتكلم عن ثلاث حاجات مع بعض انتوا اكيد اصلا عارفينهم من المحاضرات اللي فاتوا بتاعه الاكشن بوتنشال، بس ناكد عليهم. الفرق ما بين الثريشولد والسب ثريشولد والسوبرا ثريشولد، هم اصلا يعني تقريبا التعريف بيقول اللي بيدل عليهم. اول حاجه الثريشولد هو المينيمم انتنسيتي اوف ا ستيمولس ذات از ريكوايرد تو برودوس ا ريسبونس، يعني هو اقل انتنسيتي انا طالباه علشان اعمل ريسبونس، اقل منه لا انا اصلا مش هينفع اخد اقل من كده. يعني زي مثلا ما يكون حد بيفاصل وبيقول لك ايه انا اقل حاجه هاخدها هي مثلا 15 جنيه، اقل من كده لا انت اصلا مش هتشتري الحاجه دي، فانت مش هتاخد مني ريسبونس لو معاك اقل من الثريشولد. الثريشولد ده انا اقل حاجه ممكن اخدها منك. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الثريشولد هو المينيمم انتنسيتي اوف ا ستيمولس ذات از ريكوايرد تو برودوس ا ريسبونس. بعد كده بقى السب ثريشولد، اصلا كلمه سب معناها اقل والسوبرا معناها اعلى، فالسب ثريشولد هو استيمولس تو سمول ان انتنسيتي تو برودوس ان اكشن بوتنشال. يعني مثلا حد قدامي معايا 10 جنيه، لا بصراحه انا مش هقدر اديك الحاجه دي باقل من 15، يعني اللي معاك ده اصلا مش هيعمل ريسبونس، انا مش هديك الحاجه اللي انت عايز تشتريها لان انت معاك اقل من الثريشولد. الثريشولد ده اقل حاجه انا ممكن اخدها منك،
يبقى ال subtractions هو stimulus too small in intensity to produce an action potential، هو قليل قوي فمش هيقدر يعمل action potential. آخر حاجة بقى هي ال supra threshold، هي ال stimulus intensity above threshold. يعني ده راجل كده جاي من الأول وقال لي أنا هدفع لك 20 جنيه، فتمام أنت دافع لي أكتر من أقل حاجة أنا ممكن أخدها، فأنت تمام أنا هعمل لك ال response اللي أنت عايزه وهتاخد الحاجة اللي أنت عايز تشتريها، لأن هو معاه stimulus intensity أعلى من ال threshold above ال threshold. يبقى احنا كده معانا 3 تعريف، اللي هما ال threshold دي أقل حاجة أنا ممكن أخدها علشان أعمل response، تاني حاجة ال sub-threshold دي قليل قوي أقل من ال threshold فعشان كده هو أصلا مش هيحصل response، لو مثلا في action potential لأ مش هيحصل أصلا action potential. آخر حاجة ال supra-threshold ده حاجة فوق اللي أنا عايزاها، يعني فوق المينيمم معايا، فعلشان كده ده هيحصل ماشي ال response وتمام كل حاجة. السلايد دي بقى هي اهم سلايد في موضوع الاستيمولس معانا، لان هي تقريبا كلها حاجات جديده بس سهله خالص، يعني مجرد بس ما نفهمها من على الجراف هنلاقيها حاجه بسيطه. اول حاجه تعريف الريو بيز هو الويكست كارنت سترينث تو اكسايت ا تيشو وين ات از الاود تو فلو فور ادكوت تايم، يعني هو اقل سترينث والسترينث ده هيعمل اكسايتمنت للتيشو، نفس بالظبط فكره الثريشولد. الثريشولد كان اقل حاجه ممكن تعمل لي ريسبونس، هنا نفس الكلام بس هو weakest current strength علشان يعمل excitement للتشو. طيب تعالوا نشوفه على الجراف، اهو الريو بيز هو اقل حاجة ممكن تعمل لي response، يعني هو اقل strength، اقل حاجة في strength وعمل لي response معاه. طيب 2 times الريو بيز هو twice الريو بيز voltage، يعني هو بس مجرد رقم ان هو ضعف الريو بيز، يعني مثلا لو ده كان رقم هنا 1 فهنا ده رقم 2، هو ضعف الرقم ده وهو تايم 2 تايمز الريو بيز، يعني هو ضعف الرقم بتاع الريو بيز. بعد كده اتكلمنا عن الكرونوكزي، الكرونوكزي ده بقى هو المينيموم ديوريشن اوف كارنت ستيمولس ويز انتنسيتي دبل ريو بيز which should be applied to start an action potential، يعني هو الكرونوكزي ده هو الديوريشن بتاع 2 تايمز الريو بيز. احنا ليه طلعنا اصلا 2 times ريو بيز ده؟ لان احنا لما نشوف قدامها في الكيرف الديوريشن هيكون ده رقم الكرونوكزي، هيكون ده الفاليو بتاع الكرونوكزي اللي احنا عايزينها. الكرونوكزي بقى دي ده رقم يعني فعال جدا، وده رقم ممكن يوحي على الجراف اللي هو طالع منه اصلا، لان هو بيديتيرمن الاكسايتابيلتي اوف ذا تيشو، تيشو which are more excitable will have a shorter كرونوكزي and vice versa. طيب تعالوا نشوف بقى النقطة دي ازاي هتتم. بيقولك tissue which are more excitable، يعني الexcitability بتاعتها عالية، will have a shorter chronoxy، الكرونوكزي بتاعتها هتكون قليلة، ده معناها ان ال stimulus strength ساعتها هتكون اعلى، فعشان كده duration خدت وقت قليل قوي علشان توصل ل 2 times the ريو بيز. يبقى الكرونوكزي دي تقريبا inverse relation مع الexcitability بتاعت التيشو، لان هي لو كانت more excitable هيبقى عندها shorter كرونوكزي. دي تاني حاجة نتكلم عنها النهاردة فيها inverse relation. اول حاجة اتكلمنا عنها اللي هي كانت في الجراف اصلا، اللي هي ال stimulus strength و ال stimulus duration. احنا اصلا لو دققنا في الموضوع هنلاقي اللي هو تقريبا نفس الحاجة، ان الكرونوكزي inverse relation مع ال stimulus strength، ما الكرونوكزي دي اصلا كانت ايه؟ كانت duration، بس هي كانت ال duration بتاعت حاجة specific اللي هو 2 times the ريو بيز، فعلشان كده هو تقريبا نفس النقطة، يعني ان في inverse relation ما بين ال stimulus strength وال stimulus duration، او ما بين ال stimulus strength او ال excitability يعني عامة وال chronoxy. طيب تمام كده احنا خلصنا اول 3 نقط معانا في المحاضرة النهاردة. النقطة الثالثة اللي اتكلمنا عنها هي ال stimulus، هي تقريبا كانت تعريف بس، تعالوا كده نشوف احنا اتكلمنا عن ايه فيها. اتكلمنا عن ال adequate stimulus اللي هو كان الانرجي اللي انا عايزاها علشان تعمل استيميوليشن، وقلنا ان في انفرس ريليشن ما بين الانتنسيتي والديوريشن اللي احنا شفناها في الجراف في اخر سلايد، واتكلمنا عن الثريشولد والسب ثريشولد اللي هو اقل منها ومش هينفع يعمل ريسبونس، والسوبرا ثريشولد اللي هو اكتر منها وهيعمل ريسبونس، واتكلمنا عن الريو بيز والكرونوكزي. الكرونوكزي دي هي كانت الديوريشن بتاعه 2 تايمز الريو بيز في الفاليو بتاعت الستريس، ف
فهي اهم حاجه يعني تقريبا هم شارحين الريو بيس كلها علشان يقولك ان الكرونوكزي دون بيتدرمن الاكزايتابيليتي بتاعه التشو، لان لو كانت مور اكزايتابل ده معناها شورتر كرونوكزي، يعني هي بتاخد وقت صغير علشان توصل للاكزايتابيليتي والاستيمولس سترينث العاليه، اللي هو يعني الجراف ده بالظبط الانفرس ريليشن ما بين السترينث والديوريشن. اخر حاجه بقى معانا النهارده اللي هي الاول اور نون لو، دي سهله خالص ان شاء الله هنخلصها بسرعه. بيقول لك اول اور نون لو اكشن بوتنشال اوكيور ماكسيمالي ات فول سترينث اور نوت ات اول. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان الاكشن بوتنشال يا يحصل يا ما يحصلش، لكن مفيش بقى حوار ان في اكشن بوتنشال ضعيف او قوي، يعني هو يا حصل يا ما حصلش، لكن مفيش فرق في الفاليو بتاعه الاكشن بوتنشال، مفيش فرق في القوه بتاعه الاكشن بوتنشال. يعني من الاخر بيقول لك either the threshold potential is reached and action potential occurs or it isn't reached no action potential occurs. يعني مفيش هزار او فصال في الموضوع ده، يا اما انت وصلت للثريشولد. لو فاكرين احنا لسه شارحين الثريشولد وقلنا التعريف بتاعها، هي اقل حاجه محتاجينها علشان نعمل الاستيمولس، فيا اما انت وصلت الثريشولد دي وهتطلع معانا باكشن بوتنشال وهتكسب معانا اكشن بوتنشال، يا اما انت مش عارف توصل الثريشولد، يعني انت في فاليو سب ثريشولد اقل منها، فساعتها مش هيحصل اكشن بوتنشال. The strength of a response of a nerve cell or muscle fiber is not dependent upon the strength of stimulus. يعني هنا الاكشن بوتنشال او السترينث بتاع الريسبونس ده مش مختلف على السترينث بتاع الاستيمولس، يعني مش فارقه الفاليو بتاعه السوبرا ثريشولد، يعني الرقم اللي انت جبته اعلى من الثريشولد ده، لو كان 50 مثلا او كان 70 الاثنين هيعملوا اكشن بوتنشال، مش هيفرقوا الاثنين بقى ده قوي او ضعيف. When the intensity of stimulus is increased, potential doesn't become larger. يعني الاكشن بوتنشال زي ما اتفقنا احنا تقريبا عمالين بنعيد نفس النقطه، اللي هو يا اما يحصل يا اما ما يحصلش، مفيش بقى حوار اللي هو يبقى جريدد مثلا ان الفاليو بتاعته تبقى اعلى. زي ما احنا شايفين هنا في الجراف، هنا ما كانش فيه ريسبونس اصلا، ولما حصل الريسبونس حصل فول ريسبونس، يعني كله زي بعضه، ما قالكش بقى مثلا الفاليو دي اقل من دي فالمفروض يبقى الفاليو بتاعتها اقل، لا، يعني مثلا هنا ارقام زي ما احنا ماشيين اهو في الـ على الاكس اكسس، يعني كل ما بينزيد الاكشن بوتنشال زي ما هو، ما اختلفش، انت واخد اصلا فول ريسبونس من اول ما بدات السيرشوت. طيب so that the tissue has three response states، انت قدامك ثلاث اختيارات، يا اما sub surgical وساعتها no response مش هيحصل اصلا action potential، يا اما surgical وهيحصل معاك maximal response، انت من اول لما تبدا تدينا surgical انت هتاخد يعني حقق كامل ومكمل اللي هو الاكشن بوتنشال الماكسيمم بتاعه، والسوبرا ماكسيمال surgical اللي هو يعني السوبرا surgical انت برضو هتاخد الماكسيمال ريسبونس وهتاخد الاكشن بوتنشال زي ما هو زي بالظبط الثريشولد، مفيش اختلاف ما بينكم. طيب ايه بقى التيشوز اللي بيحصل معاها الاول اور نون لو؟ هما ثلاثه. اول حاجه السنجل نيرف فايبر، يعني نيرف فايبر واحده بس، والسنجل ماسل فايبر، يعني الماسل فايبر الواحده هي دي اللي بتحصل معاها الاول اور نون لو. لكن لو اتكلمنا مثلا عن الهول سكيليتال ماسل، يعني خدنا ماسل كده كامله اللي هي مكونه من ملايين او مئات الفايبرز، فلا دي مش بتقوبي الاول اور نون لو. والهول كاردياك ماسل، يعني الكاردياك ماسل كلها على بعض دي فعلا بتقوبي الاول اور نون لو، ودي من حكمه ربنا. يعني تعالوا بقى نشوف التيشوز اللي doesn't obey all or none law. الحاجات اللي مش بيحصل معاها الاول اور نون لو يعني بيحصل معاها ايه؟ يعني زي ما احنا شايفين كده على الكراف، على الجراف احنا واحنا ماشيين على الاكس اكسس، كل ما الفاليو بتاعه الفاليو بتاع الاكس اكسس يعني بتزيد، والرقم بيفرق معانا، يعني الفاليو بتاعه الاستيمولس سترينس بتزيد، كل ما نزود كل ما فعلا بتزيد كانها جريدد. يعني انت مثلا لو اديتني 20 انت هتبقى اقل من اللي هيديني 30، ال 30 ده انا هديله ستيمولس سترينس اعلى من اللي كان معاك اللي هو اللي اداني 20، فكل ما الفاليو بتاعتك تزيد كل ما الستيمولس سترينس هتزيد. طيب ايه بقى التيشوز اللي doesn't obey all or none؟ مين التيشوز اللي بتفرق معاهم الفاليو دول؟ اول حاجه الميكسد نيرف ترانك، يعني النيرف ترانك اللي مكون من ميكسد، يعني كذا نيرف فايبر مختلفين كل واحد فيهم
ليه threshold مختلف عن التاني، فلا هي هتفرق معانا. والهول سكيليتال ماسل زي ما اتفقنا احنا لما كنا بنتكلم عن اللي بيأوبي قلت لكم سنجل ماسل فايبر، انما لو الماسل كلها على بعضها اللي هي السكيليتال ماسل كتير ماسل فايبرز مع بعض دي don't obey all or none law because they have different fibers with different threshold so result in compound action potential. لو فاكرين احنا اتكلمنا عن النقطة دي في ال compound action potential، قلت لكم احنا في الحياة العملية مش هينفع نقيس للراجل ماسل فايبر ماسل فايبر، احنا بنقيس نيرف ترانك كامل، بنقيس العصب كله على بعضه، فاحنا مش هينفع نقول ان ده بيأوبي ال all or none law. ليه؟ لان هو مكون من مئات او ملايين النيرف فايبرز، وكل نيرف فايبر منهم ليها ثريشولد مختلف عن التانية، فالتشو دي مش هقدر اقول عليها ان هي بتأوبي all or none law. طيب يبقى التشو ريسبونس ستيت بقى في حالة ان هي مش بتأوبي ال all or none law هتبقى ايه؟ هتبقى sub-threshold يعني no response، يعني لو في sub-threshold اللي هو اقل من الثريشولد لا مش هيبقى فيه response. طب لو threshold هيبقى فيه minimal response. السوبرا ثريشولد انت لو زودتلي في الفلوس اللي انت هتديها لي انت هتاخد حاجه قيمه اكتر يعني، فلو اديتني اعلى من الثريشولد لا انت هتاخد جريدد ريسبونس هيزيد معاك، كل ما تزود الفلوس كل ما الاستيمولس ستيرنس هيبقى اقوى، ولو ماكسيمال ستيمولس هيبقى ماكسيمال ريسبونس. يعني لو انت وصلت لي الماكسيمم بقى اللي هو مثلا هنا في الجراف كان اعلى حاجه دي كانت الماكسيموم، لو زودت لي بقى عن الماكسيموم لا خلاص ده دي احسن حاجة عندي، انا مش هقدر اديك اعلى من كده. فاحنا كده اتكلمنا عن الاول اور نون لو. تعالوا نختصر كده احنا اتكلمنا عن ايه، اتكلمنا عن تعريف الاول اور نون لو اصلا يعني ايه. احنا قلنا يا اما الاكشن بوتنشال يحصل يا ما يحصلش، يعني مفيش مثلا انفصال اللي هو الفاليو بتاع الاكشن بوتنشال، مفيش حاجة اسمها اكشن بوتنشال ضعيف وواحد قوي وواحد اقل وواحد اعلى والكلام ده، لا هو يا حصل يا ما حصلش. واتكلمنا عن مين التشوز اللي بتأوبي الاورال نون لو، ودي طبعا مهمه اللي هي السنجل نيرف فايبر والسنجل ماسل فايبر، وركزوا قوي في السنجل ماسل فايبر دي والهول كاردياك ماسل، لان الكاردياك ماسل احنا عايزين القلب كله يوصل ليه مثلا الاكشن بوتنشال في نفس النقطه، مثلا القلب كله هينبض في نفس اللحظة كله مع بعضه، فعلشان كده الكارديك ماسل دي حاجة مختلفة. والتشوز اللي بتدونت اوبي all or none law اتكلمنا عن الميكسد نيرف ترانك، لان انا هيبقى معايا كذا نيرف فايبر وكل فايبر ليها اكشن بوتنشال وليها ثريشولد مختلف عن التانية. والهول سكيليتال ماسل هي برضو نفس الفكرة، انا عندي كذا ماسل فايبر كل ماسل فايبر ليهم ليها ثريشولد مختلف عن التانية، فعلشان كده انا ما ينفعش اقول ان الهول سكيليتال ماسل بتوبي all or none law. وقلنا ان احنا كل ما نزيد في الفاليو عن الثريشولد كل ما هيبقى فيه جريدد ريسبونس هيزيد معاك الانتنسيتي هيزيد وهنوصل ليه الماكسيمم ريسبونس. كده احنا الحمد لله احنا خلصنا المحاضره بتاعه النهارده، ان شاء الله تكون سهله ولذيذه وتكونوا فهمتوها يعني، وربنا معاكم يا رب ويوفقكم.